انت الحب اللي خلاني اعيش بكون بدنيا تاني. خطفته وطلبت فدية من بيو. اضيعتك في بي بيخطف ابنه. بزعل عن هالتضخيم اللي صار لمشاكلكم. تخيلي قديش ظالمين، انا ببيتي عم بتكسر من جوا، بتسمعي بنفس الوقت انه هيدي بروباغندا لغنيتي. جورج التها بالادمان على الكحول والمخدرات. شفت ليش ما بحب اطلع مقابلات؟ بعضهم الناس اخذين فكره انه خلص واو جورج المشكلجي وجورج المدري شو. لانه ثلاث ارباع عم فبرك، يطلع وضح لهم اياها هلا. بس لتفهم الناس انه انا مش هالقد وحش. الفنان جورج الراسي. هلا ما تحطوا هيدي دعايه وتبلش يقولوا لا 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 لا. ضيف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني. ما كنت متخيل حالي اني شي نهار رح اكون معك بحلقه. ليه؟ لانه ماني قده. الاربع بعض الاخبار على الاو تي في. برعاية انت بحاجة للابتوب او ديسكتوب وتضل عاطلاع اخر الاكتشافات بعالم التكنولوجيا. باك ماك، تصل فينا على الفرع الاساسي ببادارو على الرقم 01 388 266.